أهلا وسهلا أصدقائي جميعا، اليوم سوف أشرح لكم طبعا موضوعنا الاعتيادي هو كورونا الآن الذي موجود هو في الأسواق. سوف أشرح لكم الآن يعيش كورونا تحت أو فوق كم درجة حرارية. في بعض الدرجات أعرفها أنا، أتتني الآن بالأخبار، فسوف أقوم بشرحها لكم، وأيضا سوف أشرح لكم النقاط الخمسة الجديدة، الأعراض الجديدة الخمسة أو الستة عفوا الستة الذي إذا حصلت عند الإنسان فيكون قد أصيب بكورونا الجديدة طبعا. وسوف أشرح لكم أيضا أو سوف أقول لكم كم هي الأعداد في الدول الخمسة أو الستة الذي فيها كورونا، يعني الأرقام المرتفعة جدا، يعني أول ستة دول في العالم. وسوف أشرح لكم أيضا شيء مهم جدا وهو الذي أنتم تنتظروني عفوا من الحلقة السابقة، وهو إذا لم يكن لديكم تعقيم، هذا التعقيم الاعتيادي، تعقيم اليدين أو تعقيم أي شيء في البيت، إذا لم يكن لديكم هذا فماذا تعملون؟ سوف أشرح لكم ذلك إن شاء الله في هذه الحلقة، وأتمنى أن تعجبكم جميعا وتفيدكم أيضا الفائدة. الفائدة هي المهمة لدي، يعني أنا أعمل لكم هذه الحلقات هي لفائدتكم، هذا يهمني جدا. إذا استفدتم من الحلقة، يعني أن تكتبوا لي في التعليقات أخي مصطفى شكرا لك، أنا يعني استفدت من الفيديو، عملت هذا الشيء الذي قلت لي به، وهكذا سوف استفد من ذلك جدا. طبعا للأخوة والأخوات الجدد الذي يدخلون لدينا الآن في القناة أو إلى هذا الفيديو، أنا معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا، from inside Germany، القناة الخاصة بي. أنا أعمل ممرض في ألمانيا وأقوم بنشر الفيديوهات المفيدة وكل شيء إن شاء الله. إذن سوف أبدأ لكم، أنا كاتبها الآن هنا في الأوراق عندي، سوف أبدأ لكم بدرجة الحرارة. يعيش تحت، يعيش البكتيريا الفيروس تحت درجة 27 درجة حرارية، يعيش تقريبا من ساعة إلى 3 ساعات إذا كانت الدرجة تحت 27 درجة حرارية. يعني إذا كانت تحت 27 درجة حرارية فسوف تعيش هذه البكتيريا على الأسطح وعلى الجسم وعلى كل مكان، سوف تعيش يعني في الدرجات الباردة. إذا كانت الدرجة من 27 إلى 35 يعني ارتفعت قليلا، فسوف تعيش هذه البكتيريا لكن من ساعة إلى ساعتين وليس من ساعة إلى 3 يعني. ولدينا أيضا من 35 إلى 46، من 35 إلى 46 سوف يعيش هذا البكتيريا، هذا الكورونا البكتيريا سوف تعيش لكن من ساعة إلى ساعة وربع، يعني ساعة وخمسة عشر دقيقة سوف يعيش إذا كانت من 35 إلى 46. إن كانت من 46 إلى 55 سوف يعيش هذا البكتيريا الكورونا فقط 5 ثواني إذا كانت من 46 إلى 55. إذا ارتفعت هذه الدرجة فوق 55 درجة حرارية فسوف لن يعيش الكورونا. إذن ماذا استفدنا من هذا الموضوع؟ إذا كانت الدرجات الحرارية هي باردة يعني تحت 27 فسوف يعيش الكورونا، يعني 27 إلى 35 هو سوف يعيش إذا 35 درجة حرارية. إذا عبرت 35 إلى 45 أو 47 فسوف يعيش أيضا لكن ساعة، ساعة ونصف. إذا عبرت يعني تخطت 55 درجة حرارية فسوف ينتهي كل شيء ولن يعيش ثانية واحدة على الجسم، سوف يموت في الهواء وفي كل مكان. إذن أنتم لديكم الحظ الكبير في الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وإلى ما ذلك، لديكم الفرصة لكي يعني الحمد لله والشكر لأنكم أنتم لديكم الدرجات الحرارية يعني الجو لطيف جدا لديكم، بينما نحن لدينا هنا في ألمانيا الجو بارد جدا، يعني لدينا اليوم درجة سالب 5 وإلى ما ذلك، يعني ماذا تعمل وهذا أمر الله. في موضوع مهم جدا وهو عندما تأتي إلى البيت فتستطيع أن تقوم بعمل أو استخدام الشسوار. الشسوار هو شسوار الشعر، هذا الشسوار هو لديه درجات حرارية من 80% إلى 90 فرنهايت، يعني الدرجة الحرارية من 80 إلى 100، يعني تستطيع أن تستخدم الشسوار، تقوم باستخدامه لنظافة شعرك ولملابسك جميعها، يعني تأتي تخلع ملابسك تضعها على طاولة وتقوم باستخدام الشسوار الحار
الاعتيادية، يعني شسوار الشعر، تقوم بتنظيف ملابسك فيه. هذا أمر جدا مهم لأنه سوف يقتل الكورونا البكتيريا على الملابس أو على أي شيء يعني كان، لأنه لديه مثل ما قلت لكم من 80 إلى 100 درجة حرارية. طبعا قبل ظهور الأعراض العادية لكورونا الحادة، سوف هناك 6 علامات في الجسد عند الإصابة في كورونا، 6 علامات سوف تعرف فيها إن الشخص مصاب في كورونا. طبعا هذه العلامات هي من منظمة الصحة العالمية، قاموا بنشرها قبل 3 أو 4 أيام، وأنا سحبتها من الأنترنت وكتبتها وسوف أقولها لكم، وهي مجربة وأنا أعرفها جيدا جدا، لأنه أنا كان لدي كونتاكت يعني مع أشخاص كان لديهم كورونا لكن فقط كانوا ملامسين. أنا رأيت أشخاص أيضا مصابين لكن لم أدخل إلى هناك، ويعني هذا بمعناه إذا أقول لكم شيء كونوا واثقين إنه صحيح إن شاء الله. الشيء الأول هو فقدان حاسة الشم، سوف المريض لن يستطيع أن يشم الأكل أو يشم أي شيء، سوف يفقد حاسة الشم من يوم إلى 3 أيام وينتهي لديه حاسة الشم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو التعب الجسدي، يعني لا يستطيع، التعب الجسدي بمعنى أنه لا يستطيع أن يمارس الرياضة، لا يستطيع أن يستيقظ جيدا ويقف أو يقعد على البد على عفوا على السرير، أو يرفع رأسه، أو يضحك، أو يتنفس قويا، لا يستطيع. فهذا هو التعب النفسي. الشيء الأساسي فيه أنه لا يستطيع النوم لأنه يسعى الليل كله سعال، لذلك هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث وهو التعب النفسي، التعب النفسي بمعناه أنك تتعب نفسيا في الرأس، فيعني عذرا من الكلمة أنه تصبح شبه المجنون في الرأس، لا تعرف ماذا تفعل، مرة تصبح عصبيا، مرة تضحك، مرة لا أعرف ماذا، يعني تصبح شبه المجنون عفوا من الكلمة، لكن هذا هو شيء ثالث. الشيء الرابع هو فقدان الشهية، يعني ماذا فقدان الشهية؟ يعني لا تأكل، تفقد الشهية من يوم إلى 3 أيام، إلى 4 يوم، إلى 5 وأنت لا تأكل أي شيء، يعني 5 يوم تكون قد لا تأكل أي شيء. الشيء السادس هو الشيء الخامس هو ألم في البطن، يعني ألم في البطن وليس الألم العادي الذي نعرفه، وإنما الألم مثل السكاكين تضرب في بطنك، هذا هو الألم، الألم القوي من الصبح إلى الليل، وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، يكون قد من أول يوم إلى آخر يوم يكون كل يوم أقوى 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 إلى أن يصبح ألم جدا قوي. فهذا هو وصف من الأوصاف الخمسة، الأعراض الخمسة. العرض السادس هو التهاب العينين، يعني العينين تصبح هنا أول شيء يصبح مثل الحبوب البيضاء، بعد ذلك حمراء، بعد ذلك تصبح كبيرة، هنا تصبح العين كبيرة جدا أو سوداء من هنا وهنا. فإذا كانت هذه الأعراض الستة كلها موجودة في الشخص فيعتبر أنه مصاب بكورونا، إذا كانت كلها هذه الستة وليس فقط عرض من هذه الأعراض الستة، لازم كلها موجودة في الشخص. الآن سوف أقول لكم الدول الستة الذي لديهم كورونا. طبعا من دون هذه الستة لدي العراق، لديه 547 إصابة اليوم و12 حالة شفاء. طبعا أنا أقول الشفاء وحالة الإصابة لكن ليس كل الدول، عندي فقط كم دولة. إسبانيا لدي 838 وفاة للأسف اليوم هو 29/3 إذا كان صحيحا، فأنا لا أعرف متى سوف أقوم بتنزيل هذا الفيديو، لكن اليوم 29/3 ف 838 و 78 إصابة لديهم في الكورونا. الدول الستة الأولى في العالم الآن تبدأ الولايات المتحدة، لديها 103,000 إصابة، بعدها تأتي إيطاليا لديها 92,000، إسبانيا لديها 72,000، الصين لديها 63,000. طبعا الصين تنزل الآن، تنخفض الأرقام فيها وينتهي كل شيء لأنه الأشخاص بقيوا في البيت، إذا تبقى في البيت فلا يصيبك أي شيء، ابقى في البيت فقط وينتهي كل شيء صدقوني. ألمانيا 52,000 لدينا هنا في ألمانيا، إيران لديها 38,000. طبعا
طبعا هناك شيء مهم جدا، وهو أنا أتتني أخبار إنه الكورونا البكتيريا تنتقل عن طريق الجو الهواء، فهذا الأمر خاطئ جدا أخوتي أخواتي. منظمة الصحة العالمية قامت بنشر ذلك على تويتر والفيسبوك والإنترنت وجوجل، وقالت ذلك، يعني هي قالت ذلك بلسانها، كتبت ذلك إنه لا ينتقل عن طريق الهواء أو الجو، وإنما عن طريق السعال أو العطس فقط لا غير، فهو ينتقل عن طريق القطرات. يعني إذا سعل شخص أمامك أو قام بالعطس عليك مثلا، فهذا سوف ينقل لك الفيروس، غير ذلك لا ينقل لك أي فيروس. الآن لدي شيء مهم أيضا جدا، وهو أن تقوم بممارسة الرياضة في البيت كل يوم، تقوم بممارسة الرياضة في البيت ساعة واحدة أصدقائي، ساعة واحدة كل يوم. إذا كان لديك طفل أو أولاد أو أي شيء أيضا يقومون بعمل الرياضة معك، يعني المهم أنك تكون نشيط، تنشط روحك، تنشط جسمك، أو يعني جسمك كل يوم ساعة واحدة، إما تقوم بعمل الرياضة أو لا أعرف، المهم أنك تكون نشيط كل يوم ساعة. فأنا أقول لكم اعملوا الرياضة، أنا لا أحب الرياضة لكن اعملوا الرياضة، الرياضة هي مهمة جدا، لأنك أنت جالس في البيت فقط ولا تعرف ماذا تفعل، فهذا الشيء مهم جدا. الآن سوف أشرح لكم، يعني أتمنى أنه الحلقة لم تطل عليكم الآن طويلة جدا، يعني هي عبرت الآن 11 دقيقة أو 12، لا أعرف، أتمنى أنكم استفدتم من الحلقة. الشيء الآخر هو والمهم والنهائي، يعني سوف أنهي الحلقة بعده إن شاء الله، إذا لم يكن لديكم هذا الديتول أو معقم اليدين فماذا تفعلون؟ طبعا هناك في صيدليات كثيرة لا يوجد هذا التعقيم، تعقيم اليدين، ومفقود من الصيدليات من كل مكان، فماذا تفعل؟ نحن هنا لدينا في ألمانيا، طبعا قبل كل شيء فسوف أقول لكم المشروبات الكحولية صحيح في الإسلام هي محرمة، وأعتقد في دين أو دينين أيضا بعد إنها أيضا محرمة، لكن شربها محرم، استعمالها هو ليس محرما، وأنا متأكد من ذلك لأنني سألت الكثيرين. فبالنسبة للمشروبات الكحولية، العالم هنا والناس لا تعرف ذلك، يعني هم يستخدمون ويستعملون ويشترون فقط هذه المعقمات، معقمات اليدين فقط، فلا يلاحظوا ذلك ولا يعرفوا ما هي المشروبات الكحولية ولا يشتروها أيضا أصلا، لأنه لا يعرف ذلك. لذلك ترى في المحلات الكثيرة لا يوجد، يعني يوجد مشروبات كحولية لكن لا يوجد التعقيمات، التعقيم هو مشروب كحولي نفس الشيء، يعني لا يفترق أي شيء. هنا عندما تلاحظ مكتوب على هذا التعقيم كم مكتوب في المئة، مكتوب تقريبا هنا كما ألاحظ هذا التعقيم قوي جدا، فمكتوب عليه 85% كما تلاحظون هنا، مكتوب عليه لا أعرف إن يبين ذلك لا يبين ذلك، 85% هنا كما تلاحظون، لا يرى ذلك، 85%. فماذا نستعمل؟ نستعمل الفودكا أخوتي أخواتي أحبتي أصدقائي، الفودكا. الفودكا صحيح هي حرام، لكن تستطيع أن تشتريها لكي تعقم يديك وتعقم كل شيء بها، لأنها هي الكحول أيضا، فهذا هو كحول وهذا هو كحول، لكن فقط للشخص الذي يفهم ذلك يستطيع أن يستخدمها. كما ترون هنا مكتوب عليها 37%، 37% كحول فيها هي، دقيقة، أيضا لا يرى ذلك لا أعرف لماذا، فيها 37%، تستطيع أن تستخدمها، تضعها في هذا البخاخ الصغير وتستطيع أن تعقم يديك فيها. طبعا الرائحة رائحتها غريبة وكريهة جدا جدا جدا، لكن تستطيع أن تستخدمها، وهذا الشيء مهم جدا. إذا فقدت التعقيمات أو الديتول أو أي شيء آخر فتستطيع أن تستخدم الفودكا فقط، ليس المشروبات الكحولية الباقية، وإنما فقط الفودكا، لأنها هي مخلوطة في الكحول والماء فقط، فيها فقط مادة الكحول والماء، لذلك نقول استخدمها ما في مشكلة، سوف تفيدك إذا لم يكن لديك الكحول أو معقم اليدين.
هذا الشيء الأخير الذي قلته لكم الآن إن شاء الله. أتمنى أنه أعجبتكم الحلقة أحبتي وأصدقائي، وقمت بفائدتكم إن شاء الله. إذا قد فادكم هذا الموضوع أو المواضيع الأخرى التي كتبتها لكم وشرحتها لكم في الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات، وإذا احتجتم إلى أي شيء أو أي معلومة عن الطب أو عن ألمانيا أو عن الهجرة أو أي شيء اكتبوا لي في التعليقات، أنا بانتظاركم. تحياتي لكم، مع السلامة.